النهارده حابب اتكلم في موضوع او حاجه مهمه جدا كمقدمه للبرنامج. يعني الاهلي عودنا على الانجاز، على التطور، ومش بس لصالح جمعيته العموميه ولا جمهوره، لكن للرياضه المصريه بشكل عام. الاهلي بيقدم للرياضه المصريه صرح جديد، وهو الفرع الرابع في التجمع الخامس، واللي اعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي رسميا افتتاحه يوم 1/6 القادم. النادي الاهلي كيان كبير جدا جدا جدا. الاهلي بيجي دايما في المقدمه، ودايما الاهلي رقم واحد باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الاهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده، ونسوق دايما منه يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته، مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويفضل النادي الأهلي بإذن الله في المكانة اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، بأعضائه. النادي الأهلي فعلا قيمة تاريخية، قيمة رياضية، قيمة وطنية. القيمة التاريخية من 1907، وتاريخ النادي الاهلي يشهد على كل السنوات الكتير اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، 116 سنه لغايه النهارده. يعني القيمه الرياضيه واضحه الحمد لله رب العالمين، في انجازاته، في بطولاته، في كل المحافل الرياضيه اللي بيشترك فيها، في كل الالعاب. النادي الاهلي ليه دور كبير جدا في تحقيق الكثير منها من انجازات وبطولات كبيره الحمد لله رب العالمين. القيمه الوطنيه بقى، أساس النادي الأهلي وتاريخ إنشائه هو أساسه وطني. أساس النادي الأهلي النهارده مش بس النادي الأهلي ليه دور في المحافل الرياضية وفي الرياضة، لا، النادي الأهلي ليه دور مع بلده، ليه دور مع وطنه، مع شعبه. إن النادي الأهلي بتاريخه، بإنجازاته ديت، لازم إن يكون ليه دور في زيادة المساحة الرياضية من البناء. النادي الأهلي كمان ليه دور في جوانب تنموية كتير جدا، لازم النادي الأهلي يكون ليه دور فيها ويقوم بيها. بيساهم في الاعمار والبناء، كمان بيخلق فرص عمل الحمد لله كتيره من خلال المنشات الرياضيه كتير النادي الاهلي بيقوم بيها الحمد لله رب العالمين. فرع التجمع منشاه رياضيه ان شاء الله باذن واحد احد هتسعد كل اهلاوي وكل محب لهذا النادي العظيم. مساحه النادي 50 فدان، التكلفة عدت المليار و500 مليون جنيه كثمن أرض ومباني. المرحلة الأولى اللي الحمد لله اكتملت بيت كامل تمثل أكثر من 80% من مساحة النادي، واتعمل النادي كله بالشكل اللي الحقيقة يليق بالنادي الأهلي بقيمته وتاريخه بأعضائه وجماهيره. أعتقد الناس كلها تسعى بيه بإذن واحد أحد إن شاء الله. كمان حابب اشكر كل مؤسسات الدوله الوطنيه وقياداتها، لانهم فعلا بيقوموا بالمسانده والمساعده في كل الكيانات الناجحه في مصر، سواء كانت كيانات رياضيه او غير رياضيه. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهره الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. النادي الاهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله، إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله
أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي، تاريخ، مبادئ، تطوير.